السلام عليكم وأهلا بكم لهذا العرض الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. اللواء الأزرق يرفع اليوم بشاطئ فم الواد بعد اختياره ضمن 25 شاطئا حصلوا على اللواء لسنة 2017. وعامل إقليم سمارة مرفوقا بوفد رسمي يقوم بزيارة لزاوية الولي الصالح الشيخ سيد أحمد الرقيبي دفين منطقة الحبشي. وفي النشرة أيضا، غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة قليمين ودنون تعقد دورتها العادية لشهر يونيو ببلدية الوطية بطنطان. أهلا بكم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الحاكمة العامة لكومنولث الباهاماس السيدة مارغريت باندلين بمناسبة احتفال بلادها بعيدها الوطني. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أحر تهانيه وأخلص متمنياته للسيدة مارغريت بدوام الصحة والهناء ولشعب الباهاماس الصديق باطراد الرقي والازدهار. ومما جاء في البرقية، واعتبارا لما يجمع المملكة المغربية والباهاماس من أواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل، فإن يغتنم هذه المناسبة ليؤكد لمعاليكم رئيس حرصي القوية على مواصلة العمل سويا معكن من أجل تعزيز جسور التعاون والتواصل بينهما سواء على المستوى الثنائي أو في إطار منظمة مجموعة الكاريبي، بما يخدم المصالح المشتركة لشعبين الصديقين ويسهم في ترسيخ روح التعاون بين دول الجنوب. في موضوع منفصل، اختير شاطئ فم الواد من ضمن 25 شاطئا حصلوا على اللواء الأزرق لسنة 2017. وبهذه المناسبة أشرف ولي جهة العيون السخية الحمراء وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية المحلية على رفع اللواء الأزرق بشاطئ فم الواد. التفاصيل في سياق ربورتاج محمد الفيرس وعبد الله المحمودي. للمرة العاشرة على التوالي يحصل شاطئ فم الواد على اللواء الأزرق، استحقاق يعد بمثابة ثمرة عمل دؤوب يجمع بين العديد من المتداخلين ساهموا بشكل كبير وفق رؤية تشاركية في جعل هذا الشاطئ من ضمن 25 شاطئا وميناء ترفيهيا تم اختيارها هذه السنة من طرف مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة لنيل اللواء الأزرق. هذا إنجاز كبير للمرة العاشرة وجماعة فم الواد تحظى باللواء الأزرق، وهذا فضل يرجع لإقليم العيون والجهة العيون ككل، وهذا مجهود ما هي الجماعة القايمة به، قايم به جميع المتدخلين ومشكورين بما فيهم المحتضين ومصالح أمنية والسلطة المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة، الشبيبة والرياضة، الماء الصالح للشرب، الكهرباء، جميع المتدخلين إلى نسينا حد منهم ما سميناه، جميع المتدخلين مشكورين. هما هذا الإنجاز، الفضل يرجع لهم ويرجع لساكنة جماعة فم الواد. المجهودات الجبارة التي تم القيام بها من سنة 2001 حتى سنة 2008 التي تم خلالها رفع العلم للأول مرة، والآن نرفعه للمرة العاشرة على التوالي كما قلت، فهذا يدل على مثالية التعاون والمشاركة والمجهودات التي قام بها جميع المتدخلين. جهود كافة المتدخلين جعلت شاطئ فم الواد يتبوأ مكانة هامة على صعيد الأقاليم الصحراوية باعتبارهم بين أهم الوجهات الشاطئية الجنوبية. ومع دخول فصل الصيف بدأ هذا الشاطئ باستقبال أفواج المصطافين القادمين من مدينة العيون ومدن أخرى من باقي المناطق الصحراوية. تواجدنا اليوم هو تثمين للعمل والمجهودات الجبار التي تقوم بها جماعة فم الواد وشركة فوس بكرة على الشراكة اللي احنا كهلال الأحمر المغربي انضمينا لهم في هذه المدة، اللي يبينوا لنا فعلا على هو الرفع من القدرات الفاعلين المحليين، وكذلك إعطاء واحد الجمالية واحد الرونق لفم الواد الذي أصبح اليوم قبلة لجميع شرائح مدينة العيون. الشاطئ عاد اللي هو واحد المتنفس لمدينة العيون، والحمد لله متوفرة في جميع الشروط اللي هي من ناحية اللي هو المياه الصالحة للسباحة واللي هو مجموعة الإشارات هذه ديال شنو دور المجتمع المدني؟ الدور المجتمع المدني هو دوره كي يوعي مجموعة من الرسائل
رسائل اللي هي رسائل بيئية بالدرجة الأولى اللي يتواصل مع الساكنين ومع المرتادين ومع المصطافين اللي يتواجدوا بالشاطئ فم الواد. أنشئ اللواء الأزرق من طرف المؤسسة الدولية للتربية على البيئة واعتمد بالمملكة في سنة 2002. اختيار الشواطئ الحاصلة على اللواء يتم وفق معايير عدة مثل جودة مياه الاستحمام والتربية على الوقاية والسلامة وبرامج الإخبار والتحسيس. حصول شاطئ فم الواد على هذا التشريف يزيد من ثقل المسؤولية الملقاة على الجهات المتداخلة من أجل الحفاظ على هذه المكتسبات وتعزيزها مستقبلا. في شأن الثقافي يصدر الستار ببلدة حاسي القاحة القروية التابعة لجماعة فرقة بيقليميم على فعالية الطبعة السابعة من مهرجانها التراثي والثقافي. تظاهرة تنظمها جمعية مهرجان حاسي القاحة التراثي والثقافي حيث توصلت الفعاليات على امتداد 5 أيام. وفي المتابعة حفظ محضار غالي القرحي وعبد الرحيم حاجي. منطقة حاسي القاح واحدة من أضلع الجماعة القروية فرقة بإقليم قليمين بلدة نائية تحرص في هذه الفترة من كل سنة على تنظيم مهرجانها التراثي والثقافي الذي يحج إليه أبناء الدوار من كل حدب وصوب. تظاهرة بلغت هذه السنة نسختها 7 التي اختار لها المنظمون شعار أواصر العلاقة بين منطقة سوس وقبائل واد نون بالصحراء. أنشطة وفعاليات توزعت على امتداد أيام هذه التظاهرة. ننظم هذه السنة تحت شعار أواصر العلاقة بين منطقة سوس وقبائل واد نون. هذا الشعار يحمل أكثر من دلالة ويؤكد ويعني يبرز لنا التنوع الثقافي الذي تعرفه المملكة المغربية من شمالها إلى جنوبها بما فيها أمازيغي وحساني إلى غير ذلك. كما شهد أيضا تنظيم أمسيات فنية صبحيات للأطفال مسابقات ثقافية وتجويد ودوري في كرة القدم. اليوم الرسمي لهذا الموعد الثقافي والتراثي السنوي قدم مجموعة من العروض التراثية والتنشيطية، لوحات فنية وقصائد شعرية تغنت بأمجاد الوطن وتضحيات أبناء القبيلة ذودا عن ثوابت الوحدة. تظاهرة تعد فرصة سنوية للقاء والتواصل بين مكونات القبيلة التي تحضر من كافة الأرجاء لتشهد فقرات هذا الحدث السنوي الكبير. المهرجان الناس كديروا تواصل، تلقى فيه القبيله، شي جاي من العيون، شي جاي من الطنطان، شي جاي من قليميم، شي جاي من اكادير، تواصل ونديروا التسامح. والموسم القبيل تيت ياسين عامه ما فيها هذا عن هذا. هذا احنا ضيق فرحانين بهذا المهرجان، والمهرجان هذا تلقى ديال الناس كامله التراثي ديالنا، وجاتوا الناس من كل بلد وفرحانين بهذا النشيطه وفرحانين بهذا الشيء كامل اللي وقع فيه. احنا فرحانين به من جميع انحاء المغرب جات الناس لهنا تيا. المهرجان عجيب منظم، دائما كيتنظم سنويا هنايا، مدام تقريبا دابا 7 سنوات، في جميع الانشطه وجميع الحمد لله الفعاليات الصناعة التقليدية، وفي جميع الرياضيين، وفي جميع الناس الحمد لله، وجميع الشباب، وجميع الشيوخ القبيلة، وجميع الناس الحاضرين فعالين في هذه البلاد الحمد لله. نحاولوا في هذا المهرجان أننا نبرزوا دور ما هو علمي في تكوين الشباب وتكوين الجمعيات المجتمع المدني باش يعودوا بالفائدة على المنطقة ديالنا. لأن المنطقة كما كتشوفوا المنطقة اللي هي قروية هي خاصها شحال ديال الحوايج، وإلا ما جاتنا المسائل اللي هي أكاديمية انها تواكب ما هو علمي باش نحاول ما يمكن نرفع من عجله التنميه. تظاهره ثقافيه غدت موعدا سنويا إذن لصله الرحم والتواصل بين مكونات المنطقه. منطقه تعتبر هذا الحدث التراثي واجهه لحفظ تراثها الاصيل ونفض الغبار عن مكنوناتها وذاكرتها الغنيه. إلى سمارة حيث قام عامل الإقليم مرفوقا بوفد رسمي بزيارة لزاوية الولي الصالح الشيخ سيد أحمد الرقيبي بمنطقة الحبشي شرقي سمارة. الزيارة تأتي في إطار التواصل وصلة الرحم مع مختلف المواطنين بالإقليم. ربورتاج سالك رحال ومبارك الباز. التراحم على ضريح الولي الصالح والقطب الرباني الشيخ سيد أحمد الرقيبي دافين منطقة الحبشي من طرف الوفد الرسمي الذي يتقدمه عامل الإقليم. بعد ذلك استمع الوفد إلى مداخلات ذكرت بمناقب هذا الولي وإشعاعه الديني خلال الفترة التي عاش بها بهذه المنطقة وباقي مناطق الصحراء.
مداخلات ثمنت عاليا هذه الزيارة الأولى من نوعها لعامل الإقليم، وتؤكد اهتمام جلالة الملك أمير المؤمنين بالزوايا وبمريدها بكافة ربع التراب الوطني. شرفنا بحضور السيد العامل صاحب الجلالة الجديد اللي جدد فيه الملك محمد السادس نصر الله الثقة المولية الكريمة، وتم راجين من الله سبحانه وتعالى أن يعود عند حسن ظنه وحسن ظن الجميع. والله يجزيه ويوفقه إن شاء الله اللي اختار أنه يختار هذا النهار باش يحضر معنا وكاملين في زيارة هاي الولي والاستفتاح ودعاء له، لأنه سألنا الدعاء وكيف يسألون موتانا كامل موتى المسلمين كلمة. والله يوفقه إن شاء الله. زيارة زاوية الشيخ سيد أحمد الرقيبي تعكس سياسة القرب التي تواصلها السلطات المحلية من أجل التواصل وتبادل الآراء والاستماع إلى انشغالات المواطنين ميدانيا تنفيذا للإرادة المولوية السامية. إلى بلدية الوطية بطنطان، حيث عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات دورتها العادية لشهر يونيو، دورة تدرست العديد من النقاط التي تستأثر باهتمام شريحة المنتسبين لهذه الهيئة المهنية، دورة حضر شغلها عامل الإقليم وفي المتابعة حافظ محضار محمد تروزي وعبد الرحيم حاجي. استهل أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة قليمي وأدنون دورتهم العادية لشهر يونيو بالمصادقة على محضر الدورة الماضية مع تقديم عرض قارب أنشطة هذه الهيئة المهنية ما بين الدورتين. كما أثار الأعضاء العديد من الانشغالات التي تستأثر بالاهتمام، حيث صب التركيز على مشكل الباعة المتجولين، وهي النقطة التي احتلت حيزا مهما من مداولات الأعضاء المنتسبين للغرفة. غرفة التجارة والصناعة والخدمات الجهات المولون عقدت الدورة ديالها الثانية في هذه السنة في مقر جامعة الوطية. هذه السياسة هذه ارتئيناها منذ انتخابنا على رأس هذه المؤسسة هذه، باش يعني كل منطقة يعني كل إقليم في الإقليم ديال الجهة نعقدوا به الدورات ديال الغرفة، ومن ضمنها يعني نناقشوا المشاكل اللي كيعاني منها كل إقليم. هذا المشكل ديال المتجولين كان فيه مجموعة المتدخلين، يعني خص تضافر الجهود باش تكون يد وحدة للقضاء على هذا المشكل باش ما يستفحلش في جهات المودنون. مجموعة المتدخلين كمجموعة متدخلين عندنا وكالة تنمية القانون الجنوبية، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، العمالة، المجلس الإقليمي، الجامعة الحضارية، الغرفة، يعني مجموعة متدخلين خصنا نديروا يد في يد وباش نمروا يعني نوجدوا حلول لهذا المشكل اللي هو يعني ما كاينش بواحد الحدة اللي هي كبيرة على باقي غرار أقاليم المملكة. احنا من هما الدار البيضاء الرباط؟ والله قدير. احنا راه شارع محمد الخامس من عند المرشي الى سوق الحد، زيد الشارع بين الويدان وزيد الشارع الحمراء، شارع 30 غوشت، الحي الجديد، هذو كاملين محلات مقفوله وثمانهم رخيصه. ممكن هذوك الباعه المتجولين الى مشاو لهذوك المحلات غادي يحلوا هذوك الشوارع الثانيه وتعود الازدهار في المدينه كامل. الباعه المتجولين هو مشكل في جميع المغرب، وخاصه عندنا في هذه المدن الجنوبيه، انهما وصلوا واحد الوتيره، لانه حتى الطريق اللي هو الرصيف ديال المره ولا مغلوق، يعني عندنا مشاكل في المرور ديال المواطنين. لهذا كنا ذكرنا بانه وزاره التجاره كاينه في واحد البرنامج طموح اللي هو اعاده الهيكله ديال هاد الباعة المتجولون باش ننظموهم في اطار جمعيات باش يعطوهم الدعم باش يحيدوا من الشارع ويكونوا عندهم يعني ما يسمى كروسات متنقله باش تنظم شويه. الحاضرون تدارسوا خلال هذه الدورة أيضا إمكانية خلق منطقة للأنشطة الاقتصادية بطنطان، وكذا وضعية بعض المحلات والبقع الغير مستغلة بالميناء، مع توجيه ملتمس لوزارة التجارة والصناعة والاستثمار الرقمي قصد تفعيل برنامج رواج. صور نهاية النشرة نقترحها عليكم الليلة من شاطئ فم الواد الذي حصل على اللواء الأزرق، صور التقطتها عشية اليوم كاميرا زميل عبد الله المحمودي، وقام بتوظيفها الزميل أحمد سالم الكين.
الآن وصلنا إلى الفقرة الخاصة بقراءة في جديد الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الثلاثاء في تقرير للغالية الكوارة لنتابع. نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الثلاثاء من يومية الصباح التي أجرت حوارا مع البشير تخيل أحد المؤسسين السابقين للبوليساريو، حيث قال أنه في الوقت الذي توجد فيه تغيرات في السياسة الدولية وتغير في الأوضاع في المغرب، ظلت البوليساريو طيلة 4 عقود خارج أي تطور وتغيير في رؤيتها لنزاع الصحراء. وكشف البشير تخيل للصباح أن هذا راجع لسيطرة الوجوه نفسها على قيادة الجبهة لسنوات وتنفيذ هؤلاء لأجندة معروفة لسياسة الجزائر. وذكر تخيل بأن البوليساريو تعيش صدمة بعد تغيير السياسة الخارجية للمغرب وبروز متنام لدور الصحراويين المنتخبين في الأقاليم الجنوبية. يومية الأحداث المغربية كتبت في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء: تضع الحكومة المغربية اللمسات الأخيرة على بطاقة تعريف وطنية جديدة لن تكتفي بالرقم المحدد للهوية المتداول حاليا والمستند على مسقط الرأس أو محل الإقامة بجماعات الترابية المختلفة. وذكرت الأحداث المغربية أن تعريف الهوية الجديد سيأخذ أيضا شكل رقم لكنه مغاير عن الرقم الحالي، إذ سيتكون من 10 أرقام وسيمكن من توسيع معلومات تحديد الهوية الخاصة بكل مواطن بشكل يسمح بالتعرف على وضع التقاعد والتأمين الصحي والاستفادة من البرامج الاجتماعية والخدماتية. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد وضعت رهن إشارة المواطنين بطاقة وطنية إلكترونية جديدة بمعايير أمان متطورة تمكن من حماية المواطن من كل تزوير أو انتحال محتمل لهويته منذ فاتح أبريل 2008. ومن صحيفة آخر ساعة نختم جولتنا الصحفية، وكتبت أنه أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن موجة من الحرارة ستتراوح ما بين 38 و 46 درجة مصحوبة بهبوب رياح الشرق ستهم ابتداء من يوم غد الثلاثاء وحتى يوم السبت المقبل العديد من جهات المملكة. وذكرت آخر ساعة بأن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية تتوقع من خلال هذه المذكرة الإنذارية أن تشمل هذه الأجواء الحارة منطقة السوس وجنوب البلاد. انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة المعلومة مثل محجوب عن عمر يناهز 105 سنوات الفقيدة تنتمي لقبيلة أيت الحسن أيت بومكوت. كما انتقلت إلى رحمة تعالى المرحومة الزهرة مثل محمد العبو عن عمر يناهز 87 سنة فقيدة تنتمي لقبيلة دوبلال. تغمدنا الفقيدتين بواسع رحمة وسكنهما فسيح جناته وألهم ذويهما الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون. الآن وصلنا إلى الفقرة الخاصة بالتوقعات المرتقبة اليوم غد في حالة الطقس، حيث من المرتقب أن تعرف المناطق الداخلية هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية مع تشكل سحب منخفضة. فيما يخص درجات الحرارة ستصل إلى 29 درجة بالرباط، 22 درجة بسيدي فني، 30 درجة بقليميم، 40 درجة بكل من أسا وساك، 25 درجة بطنطان، 24 درجة بطرفايا، 29 درجة بالعيون، 31 درجة بسمارة، 32 درجة ببكرة، 26 درجة ببوجدور، 32 درجة بقدس الزمور، 36 درجة بمضريقة، 25 درجة بالداخلة، 36 درجة بأوسرت، و 27 درجة بالكويرة. حالة البحر بالواجهة الأطلسية: سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج ما بين الطرفية والداخل وهائجا بباقي السواحل. شروق الشمس بالعيون سيكون بحول الله على الساعة 7 صباحا و9 دقائق وغروب على الساعة 8 مساء و46 دقيقة. درجات الحرارة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا ستصل إلى 28 درجة بنواذيبو، 35 درجة بنواكشوط، 42 درجة بأطار، 38 درجة بكي هيدي وتوداني، 37 درجة بزويرات، 32 درجة بباماكو، 44 درجة بالرابوني، و43 درجة بتندوف. والآن إلى التذكير بالعناوين.
اللواء الأزرق يرفع اليوم بشاطئ فم الواد بعد اختياره ضمن 25 شاطئا حصلوا على اللواء لسنة 2017. وعامل إقليم سمارة مرفوقا بوفد رسمي يقوم بزيارة لزاوية الولي الصالح الشيخ سيد أحمد الرقيبي دفين منطقة الحبشي. وفي النشرة أيضا غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة قليميم ودنون تعقد دورتها العادية لشهر يونيو ببلدية الوطية بالطنطان. قبل الختام يمكنكم مشاهدة نشرة أخبار قناة العيون على موقعنا على الانترنت snrt.ma، كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخل الجهويتين عبر موقع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية كوكاس.com. كما يمكنكم متابعة نشرات الأخبار وجديد البرامج عبر الهواتف الذكية، وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبل ستور وجوجل بلاي. وتلتقون معي عاد لهذه النشرة على قناة المغربية غدا في حدود الساعة 4:15. شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.